منظمة الصحة العالمية خفضت العمر الموصي للأطفال عشان يكونوا مؤهلين لتلقي لقاح فايزر لفيروس كورونا من سن 12 لخمس سنين. ومن ناحية تانية، وزارة الصحة وصت السيدات الحوامل بالتطعيم أيضا ضد فيروس كورونا. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، موجود معنا دلوقتي على التليفون. صباح الخير على حضرتك وأهلا بك في صباح الخير يا مصر. صباح الخير أستاذ مسام، صباح الخير أستاذ أحمد، تحياتي لكم والمشاهدين حضراتكم الكرام. أهلا بحضرتك. يعني حابين نفهم من حضرتك، يعني إيه إن إحنا نقلل العمر الموصى به للأطفال عشان يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا؟ يعني ده معناه إيه، وهل فعلا ده يعني نتيجة لما يحدث الآن على أرض الواقع، وهو طبعا زيادة في الحالات؟ لا، هي الحقيقة كلما زادت الدراسات وكلما تأكدت مأمونية اللقاحات وكلما تم توسيع مجال المرحلة العمرية لتلقي اللقاح بناء على التأكد من المأمونية والفعالية. فالنهاردة في البداية كانت الفئات الأكثر تأثرا بالإصابة وهي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، هم دولة اللي كانوا محل التطبيق ومحل الاشتراك في الدراسات الإكلينيكية المتعلقة باللقاح. النهارده بعد ما الحمد لله بقى في تغطيه كبيره للمراحل العمريه الاكثر تقدما لاصحاب الامراض المزمنه، بدانا نتحرك او بدات العالم يتحرك على تغطيه عمريه اوسع، لانه الاطفال قد يكونوا معرضين للاصابه بالفيروس، قد يكونوا ناقلين للعدوى، وبالتالي كلما ارتفعت معدلات التغطيه التطعيميه كلما عادت المجتمعات بشكل أكثر سرعة إلى الوضع ما قبل الكورونا وكلما عادت الحياة إلى سابق عهدها. طيب دكتور، ده الفكرة العامة للتعامل مع اللقاحات. في الأول كانت الضرورة هي تلقيح الفئات الأكثر تأثرا والأشد تأثرا بالمرض. يعني احنا هنا بنتكلم على فكرة توسيع الدايرة الخاصة ب يعني متلقي اللقاح تحديدا. طيب عاوزين نتكلم كمان على يعني لان في دلوقتي كلام بيشاع على فكرة تطعيم الحوامل واثر ده التطعيم على الخصوبة ويعني السيدات الحوامل تحديدا. يعني الحقيقة ان ايضا الدراسات والدراسات الاكلينيكية الموثقة والمتناثرة بتقول ان التطعيم امن تماما للمراه سواء كانت حامل او كانت تخطط للحمل، وانه لا يوجد اي اثار جانبيه او سلبيه تم اكتشافها في تلقيح السيدات الحوامل او السيدات المقبلين على الحمل. وانا بس عايز افكر حضراتكم انه في بدايات يعني 1900 لما تم 56 وتم اكتشاف تطعيم شلل الأطفال، كان أيضا يشاع مثل هذه الإشاعات على أن تطعيم شلل الأطفال يؤثر على الخصوبة. والحقيقة أن دي وكأن التاريخ يعيد نفسه في أن نفس الإشاعات التي تطلق مع وجود تطعيمات للتعامل مع الأمراض هي نفس الإشاعات اللي كانت بتطلق من أكثر من 100 سنة أو يزيد. طب يعني دكتور حسام، هي منين الاشاعات دي بتطلع؟ يعني انا النهارده لما اسمع كأم مثلا انه ابني اللي عنده خمس سنين هيتطعم في احتمال في المستقبل مش عارفه يجرى له ايه، الاشاعات دي بتيجي منين؟ ليه بنقراها اصلا؟ يعني خليني اقول لحضرتك انه مع انتشار جائحه كورونا ومع وباء كورونا اكتشفنا وباء اخر يسمى المعلومات المكذوبه والخاطئه. ده حقيقي طبعا. على وسائل التواصل لا شفناه بقالنا كتير، يعني بقالنا اكتر من كده. احنا الحقيقه بقى عندنا وبائين، جائحتين عالميتين، جائحه المعلومات غير الموثقه. انا قصدي نطمن ازاي الامهات انه ما فيش حاجه اسمها كده؟ يعني النهارده الام اللي رايحه تدي لابنها اللي عنده خمس سنين لقاح ضد فيروس كورونا نطمنها ازاي؟ يعني احنا لسه في الوزاره ما فتحناش المرحله العمريه ديت، لكن احنا بنطمن الام الحامل او بنطمن المراه الحامل وبنطمن المراه المقدمه على الزواج ان الهيئات الصحيه العالميه وهيئه الدواء المصريه قد اجازت الاستخدام للقاح، وانه ضرر الكورونا على الام وعلى المراه الحامل
هو الحقيقه يفوق بمئات المرات اي احتمالات لوجود الم مع التطعيم او وجود ارتفاع قليل في درجه الحراره مع التطعيم، واننا نشهد وفيات بالملايين بسبب الكورونا، وان المراه في المرحله في الحمل وخصوصا في المراحل المتاخره من الحمل يعني في الشهور الاخرانيه بيبقى مناعتها اقل، وبالتالي تبقى اكثر عرضه للاصابه بالكورونا، وان الاصابه بالكورونا خطر على الام والجنين، اما اللقاح فهو امن للام والجنين. واحنا النهارده كل الناس لابد ان تاخذ معلوماتها من المصادر العلميه الموثقه مش من صفحات التواصل الاجتماعي. بدليل يا دكتور ان احنا النهارده مع ارتفاع عدد الحالات احنا بنشوف ان اللي عنده اوميكرون او كورونا بعد ما بيبقى بوزيتيف باربع ايام ممكن يبقى نيجاتيف، وده بسبب انه خد اللقاح، ففي طبعا سرعه يعني لا شك ان التاثير شده المرضه، وده كل يعني دي بقى مساله الناس كلها شايفاها، ان اللي بيجي له المرض وهو ملقح الجسم بيتعامل معاه بشكل مختلف، بشكل احسن، الجهاز المناعي بيشتغل بشكل فاعل، بينما اللي بيجي له نفس المرض وهو غير ملقح الحقيقه بيبقى اكثر عرضه لدخول المستشفى، اكثر احتياجا لانه يدخل الى غرفه العنايه المركزه، فالحقيقه المساله مش بس طيب. بقى معلومات تطلقها الجهات الموثقه، لكن ده كمان واقع مشاهد كلنا شايفينه. طيب دكتور حسام، يعني خليني أوصل لحضرتك شكوى لبعض يعني متلقي اللقاح تحديدا في مدينة 6 أكتوبر، يعني في البعض خد جرعات لقاح فايزر ولم يتلقوا الجرعة الثانية حتى الآن بسبب نقص فيها، يتصرفوا إزاي؟ وهل في بديل اللي هو ممكن ياخد نوع تاني ولا ينتظر؟ لا يعني الحقيقة إن الحمد لله إحنا ما عندناش أي مشكلة في تواجد وتوافر اللقاحات من جميع الأنواع. احنا لسه امبارح في 1,800,000 جرعه فايزر جايه من هديه من الولايات المتحده عن طريق منظومه كوفاكس، فالحقيقه ان اللقاحات متوفره، لكن اذا كان هناك نوع من الاحتياج الى ضبط المنظومه الاداريه انا اعد حضرتك انه سيتم حلها فورا. اكيد. طيب عاوزين نطمن برضو على الموقف دلوقتي كنسبه الاصابات، لان احنا شايفين لسه الاعداد ده بترتفع، هل وصلنا للذروه ولا لسه متوقع ارتفاع الاصابات؟ الحقيقه من المبكر ان احنا نحكم على الوصول الى الذروه، هناك ارتفاع في الاعداد، وبالتالي الناس محتاجه بشكل واضح ان تتلقح، من لم يتلقى التطعيم يروح يتلقى التطعيم، من تلقى جرعه واحده وتكاسل عن الجرعه الثانيه يروح ياخذ الجرعه الثانيه، من مضى عليه 6 أشهر يتوجه لأخذ الجرعة التعزيزية بعد وصول الرسائل إليه، التلقيح ثم التلقيح ثم التلقيح ثم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، الكمامة، التباعد. أي احنا شايفين على المستوى العام في نوع من أنواع إن الناس بدأت تتراخى في استخدام الكمامات، استخدام الكمامة مهم، التباعد الاجتماعي مهم، كل ده للحفاظ على الصحة العامة. يعني يا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بنشكر حضرتك يا فندم على هذه المعلومات القيمة، وبأكد وبضم صوتي لصوت حضرتك ان حتى الآن يعني ما زالت كلمة السر في الوقاية من هذا الفيروس هي اللقاح، بالإضافة لاتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي. ده حقيقي احمد، وزي ما انت قلت مهم كلنا ان احنا نتابع، لو احنا خدنا الجرعه الاولى من اللقاح لازم نروح ناخد الجرعه الثانيه، عشان زي ما دكتور حسام قال ان يمكن شده المرض او شده الخطوره اللي احنا كنا بنشوفها الفترات اللي فاتت من الفيروس قلت جدا بسبب طبعا اللقاح، اللي كان ما بقيناش نشوف زي الاول ناس محتاجه عنايه مركزه او اعياء شديد بسبب فيروس كورونا. الحمد لله وربنا يستر على اللي جاي، ونتمنى من كل على الناس حاجة تانية. اكيد ونأكد على حاجة تانية برضو يا بسنتي، بفكرة ان الناس اللي كان عندها شكوى بنقص في نوع من انواع اللقاحات، الحمد لله دلوقتي كل اللقاحات بقت موجودة، زي ما اكد دكتور حسام عبد الغفار ان في يعني كميات كبيرة من لقاح فايزر وصلت امبارح، فما بقاش في اي مشكلة، ما بقاش في اي حجة، ودايما الحكومة بصراحة ويعني وزارة الصحة مشكورة بتوفر كل اللقاحات وبتعمل ابديت لنفسها اول باول في اي نواقص موجودة. ده حقيقي.